ياتي بك. لذا كما ترون من الرسم تكون السيطرة على الجناح عن طريق اللحى. حسنا، اذا من اطلق النار؟ لما تنظر الي يا رفاق؟ صدقوني انا ايضا لا اريد ان اكون هنا، لكن علينا ان نركز. ارجوكم ارى ان اقوم بلعب عروستي. حسنا هيا، من تحبني في السر؟ ها؟ انا حسنا سابدا، ساعطيكم بديلا. هذا يخالف قوانين اللعبة. هل ركزتم قليلا ولو للحظة؟ أمضينا الأسبوع كله هنا بسبب الجو السيء هذا، لقد خلفت أعصابنا قليلا. أوه سيد خلفر، لا تخبر الآخرين ولكنك المفضل لدي. سمك وذكاء اكتشف بليهما ويبدو أنهما غير مسرورين. أجل، شعرت بنفس الشعور حين اكتشفت أن لدي ذيلا. لن تختبئ مني للأبد أيها الذيل الخفي، سأجده. محتوم بأن لديه ذيلا. لن تختبئ مني طويلا. يا إلهي، الجو بارد جدا، لم يمر على برك جليد كهذا أبدا. لقد تجمدت ساقني. يا أبي، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لم يصل التاجر يوهان إلى المرفأ، إن علق في العاصفة لن يصمد حتى الصباح. عليك سأذهب إليه. أبو سن يمكنه العثور على السفينة في الظلام، إنه السنين الأمثل للمهمة. لست أعلم. أرجوك يا أبي، إن أحببتني يوما حقا كما يحب الأب ولده فستوافق على ذهابي. أجل، إن الظلام حالك يا صديقي، أرني ما لديك. أنظر بهذا، أنا لم أرى المحيط مجمدا هكذا من قبل. واضح أن يوهان لم يصل للمرفأ، يستحيل أن يخترق الجليد. لا أعرف ماذا يكون هذا، ولكنني سعيد أن نرى هنا وهو بالأسفل. أوجدت شيئا؟ لننظر عن قرب. هل هو سيد حضرك؟ كم سعدت عيناي المرهقة برؤياك. أتعرف على مدار أعوام من الإبحار لم يصادفني جليد كثيف كهذا أبدا من قبل، الجليد بكثافة الجبال. فكرت أن أترك سفينتي وأقوم بالمشي حتى جزيرة بير. حسنا، لا تشغل بالك بالأمر يا يوهان، فقط استمتع بالرحلة. رائع، سنسلي أنفسنا بقصص عن مغامرات الكبرى التي أثق أنها ستدفئ قلبك وتغذي خيالك يا صديقي. هل أخبرتك عن تلك المرة الصعبة التي واجهت فيها حداد المعادن آكل البشر في منور ماجوري؟ حدث ذلك في الربيع، كان الهواء معبأ ولكن لم يكن ثورا، بل كانت ابنته الكبرى. لم أستطع أن أصدق، كانت تشبه الثور وكانت اسمها فورمين. وهكذا يا سيد حزوقة جعلني ملك بنود عضوا شرفيا في بلاطه الملكي. انظر لقد وصلنا، الحمد لله. اعددت ترحيبا دافئا كل مرة، ولكن لا يهم. اين ذهب الجميع؟ هذا يذكرني بيوم مروري بجزيرة. مرحبا، هل من احد؟ ابي، thank you.
لا أفهم ما الذي حدث هنا. أوجدت شيئا يا يوهان؟ البلدة كلها يا سيد حدوقة فارغة. أعلم، الأمر مريب. لا يعجبني هذا إطلاقا. ذات مرة كنت أقوم برحلة تجارية مع رجل ادعى أنه مسؤول. هيا يا أبو سن، يوهان افضحني. لا تقل ذلك، إنك لست قبيحا. لحظة.
يبالغون للحصول على باقي الطعام. الجميع يتساءل عما علينا فعله. اجمعي باقي الفرسان، علينا الانطلاق. حسنا جاهزون. تلك التنانين لا تظهر الا ليلا، لذا لنبحث جميعا عن ملجئهم في النهار. المشكلة هي أن علينا أن نجد العش قبل حلول الظلام، وإلا أنا لا نفكر في وإلا. اتفقنا؟ أجل، ظهروا من حيث لا ندري كسناجب متوحشة تنبش تتسنجب. ماذا؟ هذا ما تقوم به السناجب، إنها تتسنجب. شكرا للمعلومة. هيا بنا. صبروا، لن أترككم تطاردون اللاذقين بدوني. هذا سريالي جدا. تأثير شلله يزول. يا للحظ مخجل، ما لم تنهي أن تقود خطافنا بأسنانك فستظل هنا وحدك. ماذا تقصدين؟ أنا بخير. أيتها الأرجل والأذرع الحمقاء. هاي جوستاف، تعال إلى هنا. مخاط جالف يورجنسن جاهز للمهمة. ما الذي؟ أنا ذراع ورجل مخاط جالف، ومعا نكون جوستاف. لا تحرك يدي، حظوك أنت تحتاج لأكبر عدد من التنانين. لا أصدق أنني سأقول هذا، ولكن معه حق. تمزحين صحيح؟ سمعت ما قاله جوبر، هناك المئات منهم. حسنا فليكن. أجل، حرك ذراعي. أجل، لنفترض ونبحث في بيرك عن أماكن تصلح لاختباء اللاذقين. حسنا يا حزوقة، هيا بنا إلى الأمام قليلا. فقط تحرك معي. زعنف، كيف حال مقبضتي؟ إنها تسوق للذهاب، انظر إليها. إذا ما هي المخطط المعدة؟ زعنف، قلت إن المجموعة تتبع القائد، صحيح؟ بالضبط، هذا ما رأيته. فالخطة هي أن نجد اللاذقين ونأسر قائده ونستخدمه لإبعادهم. هناك أمسكته.
ضع النادر في القفص على الفور. أحسن فاضل فاضل هوي 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 الرحمة. إنه سريع للغاية. غضب الليل أسرع. شكرا يا صديقي. الشمالية الضخم. واو أشكرك يا وغار. أجل، ووراء حصولي على هذه الزجاجة قصة مثيرة. منذ 10 أعوام وتحت تيار البحار الشمالية كنت أحدق في عينين سوداوين. ورأيك أنه بالآن إلى أين تذهبان؟ لم أنهي قصتي بعد. كان على وشك أن يتهمني بأسناني إلى